ميرسي قوي على التشكر يعني، التوصيله دي بجد 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 من قلبي، انا بشكرك جدا. العفو عليا. ممكن اطلب منك طلب؟ انت ايه رجعت ورا؟ انا هعضك ولا ايه؟ رجعت ورا دي كده؟ ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. وانا هشوفك تاني. ايه؟ بص يا ستي، ده الكارت بتاع الجيم بس كتبت لك عليه نمرتي. طيب اوكي، شكرا قوي. بس انا يعني ما كنتش عايز الكارت ده، بس هخليه. بقول ايه؟ انا اسف، عايز اقول لك على حاجه. يعني انا بصراحه يعني انا لبسي كده كويس؟ كويس. اشمعنى؟ بصراحه يعني احنا جايين ضيوف، فضيوف يعني عارفه اللي هم بالكده، فناس محترمه. ما قلت لك كويس ليه؟ حاسس انه يعني شعر صدري هنا كده شكله كده عارفه بايخ، مش عايزه حاجه كده تكسره، صح؟ ها؟ سلسله يعني، ساعه يعني، لو سلسله بقى وفيها ساعه يا تبقى حاجه جميله. فانت بقى معاكيش سلسله فيها ساعه؟ لا معيش. انت عبط يا بنت. ايه ده؟ في قلة أدب كده وسفالة كده؟ ده أنا آسف جدا والله. باي. طب استنوني تحت في البوكس. تمام يا فندم. قولي لي يا حاجة، هو المرحوم لما حصل اللي حصل ما كانش ليه أصحاب؟ حد منهم كان معاه ساعة الحادثة عشان نعرف منه أي معلومة تدلنا على القاتل؟ والله يا ابني هو جري مسرع على التليفون. التليفون ده من واحد ولا من واحدة؟ مش عارفة، واحد ولا واحدة. أنا قلبي بيوجعني قوي يا ابني، هحاول أفتكر إذا كان واحد ولا واحد، وحابة أجي أقول لكم في الاسم. لا بلاش إسام، ابقي اتصلي بيا شخصيا. إحنا كلنا أولادك. بالسلامة يا ابني، ربنا ينور لك طريقة. الجرس هيموتني. مساء الخير يا حاج طه. ايه ده زهرعت كده؟ مين انا؟ انت مين؟ انت بعد ما لبست النضاره برضه مش عارف انا مين؟ ايه، لابس شنبر بس ولا ايه؟ انا نسيبك بوشكش. بوشكش. وايه اللي في وشك ده؟ انت بتاكل ايه؟ باكل ايه؟ ايه ده؟ انا عضيت لساني. لا لا لا، دي لوكمايه. والله عضيت لساني انا. خش. والله عضيت لساني. ادخل ادخل ادخل، وقف الباب وراك. مش بقول لك لوكاميه؟ كسرت عندك ايه تاني بس يا حاج؟ لا ده خال العيال بوشكش وصل. بوشكش اتصرف يا حاج. بس يا انت وهو انا فكروني بيا انا وانت. يا لهوي. ايه؟ ايه اللي في وشك ده؟ ايه ده اللي في وشي؟ ايه يا ستي، ما انت نت هتخضيني زيه. عضيت لساني. لا دي لوكاميه. والله عضيت لساني والله. بقول لك لوكاميه. يا عم قول لها حاجه يا حاج طه بقى. انت شكلك جعان، احضر لك لقمه. لا مش عايز اكل، انا عايز اريح شويه بس. وماله، اعمل لك كوبايه شاي بلبن وطبق كده فيه شويه قرص وشريك. قرص وشريك؟ انا داخل ادفن يا تهاني، انا عايز انام. ما تقول لها حاجه حاج طه بقى. خلاص سيبيه براحته. تهاني اجيب لك قرصه يا ستي. مش عايز قرص، شيل القرص، عايز بس يعني حته تلكه كده. لوكاميه صح؟ ايوه لوكاميه. حضر يا حضر في الحمام. Thank you.
ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الارهم ايه؟ الله، الواد ده بيمشي على ايديه ورجليه ولا ايه؟ تعالى في الكنيف احسن ما ينام جنبك. ليلتك سودة من اولها. يومين ويعدوا. ايوه ولا 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 تريق. اخوي يخرب عقلك فيضان. ايه؟ مين؟ خالو؟ ايوه حبيبي خالو. ايه اللي جابك عندنا؟ اهو لقيت نفسي مقصر في حق ولاد اختك يا خال يعني. انت عايز تفرست اللي شقتي ولا تقول تقعد يومين؟ تقعد يومين مع مين؟ هنا معاك عشان تشبع من خالو بقى يا واد. انا عايز اقعد لوحدي في الاوضه. ايوه حبيبي، هو حد يكره انه خالو حبيبي يقعد معاه كده ويبقى فرحان بيه بدل ما تقول له الحمد لله على سلامتك؟ يا عمي بقى انت هتشحط. يلا بلاش السؤال بتاعت اهلك بقى دي. انت رخم اقوص. انا رخم؟ رخم بوشكاش. بوشكاش يلا صباح الخير، حضرت لك الفطار. قوم بقى. الله، امال فين الواد شريف؟ شريف يا شريف. شريف 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 يا مهرزان كومودين ونايم. عايز ايه؟ معكش يا حبيبي سيح سن رفيع بتاع شاحن. شفت بقى انك رخم. خلاص خلاص نام نام. لدك البلا شبه البطريق، منك حيوان ولا منك بتطير. السلسلة عني الغندور. أول مكان نفس الرسمة. حلو قوي. عندكم حديد؟ عندكم؟ أنتوا أرخص ولا عايز الدخيلة؟ بيس يا مان بيس. بيس لو سمحت خلي دي في الأمانات عندك. لا اسف جدا اندمجت في التمرين ف نتمشى. والله فكرة هايلة يعني عشان خاطر كمان التمشية حلوة وناخد وند مع بعض في الكلام. مش حلوة ولا ايه؟ هي الفورة من كام؟ فورة ايه؟ ده تلعب كوتشينة. اجري. اجري ايه؟ يعني انا اوصل الكيلو كام عشان انا كسبت؟ اجري يا بوشكش. اجري؟ اجمل. لحد فين؟ ده انا خلاص هموت. اجري لغاية ما تتعب. ده انا بحتضر قدامك. ده انت شوية هتلاقي فانيلا وبنطلون بس بيجروا على العجلة قدامي. ايه في ايه؟ ضربت ليه؟ رجلي اتلوت. رجلي اتلوت؟ اه. مين اللي زعلها؟ الحقني سندني وشلني. الحقني سندني وشلني التلاته مع بعض؟ الحقني سندني وشلني. انا مش قادر انام، مش قادر اخد نفسي. انا نفسي هيتقطع يا حانيه. اه
ايه اللي انت بتقوله لي في التليفون ده؟ يعني احنا هنفضل تحت رحمه الست دي لغايه ما تفتكر مين اللي كلمه بالتليفون؟ بعدين افرض انها مكالمه غراميه ولا اي قرف من نوعنا. يا رشدي بيه انا بجري ورا اي خطوه وصلنا للاسطوانه. انا هخلي الرجاله يربطوا قدام بيت الواد ده للست دي، وانا عشان مصالحنا ما تتعطلش هسافر بدل بوشكش اخلص صفقه اللاعب الجديد. لعيب ايه وزفت ايه؟ انت مالكش سفر غير لما تلاقي الديسك. بوشكش مش موضوعنا دلوقتي. خلاص يا فندم، بوشكش مش موضوعنا دلوقتي. العربيات البايظه دي يعني. ايه العربيات دي؟ ده بتسحب لوحدها وعفره، ومفيش عربيات بتعمل عفره. هانيا ايه الرزق ده؟ ايه الرزق اللي عندكم ده؟ يا اسود ده، انا ذاكرت هما اللي مستصدني. ما تكذبش عليا، ما تخلينيش امد ايدي عليك. يا 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 والله مذاكر والمصحف مذاكر واخد جايزة احسن شاب في البني ادمين. حرامي في البيت. لحظة واحدة، انت كل يوم ايه؟ استاذ بوشكش زميلي في الجيم. اوه ده مؤاخذة يا استاذ. ايه ده؟ شفت يا زفت؟ خليك منظرنا زبالة قدام ضيوف، لكن حسابي معاك بعدين. هو لسه حضرتك هتتحاسب معاه بعدين؟ اتفضل يا استاذ بشاكش. بوشكش يا فندم، بوشكش حضرتك. ملايين بشاكش. ايوه، هو مين ابو حضرتكم فيه؟ يعني مين ابو التاني مين؟ ايوه طبعا، والله واثق من زورك. اتفضل حضرتك. يا بابا يا بابا. لا انا جاي حضرتك، بس كنت بامن على الباب. هو بابا بيشتغل ايه؟ دكتور مخ واعصاب. مجنون يعني؟ احترم نفسك. ما تنزل ايدك يا ابني. والله هي اللي مرفوعه تبجيل واحتراما لحضرتك يعني. قوم سلم يا زفت. حاضر. مش انت. حاضر. قوم. هاي دود واتس اب مان، كول مي 50 سنت سنت سنت. ما تجيب القناة الأولى فيها بني آدمين عن دول. يا مسرور! مين مسرور ده؟ السياف بتاع القصر؟ سياف القصر عندكم هنا؟ العيلة دي ببقى عارف بالأشكال دي بيبقى ليهم سياف. طباخ. الطباخ؟ حضر الغداء يا مسرور! حاضر يا باشا. ده تسجيل كامل للحفلة من الكاميرا كنترول بتاعت الأوتيل. إيه؟ هتفرج على الحفله من اولها لاخرها. شغل بس. ايوه جري شويه. ايوه زوم بقى. وانا بدبح الخروف المتقطع قدامكم واللي هتاكلوه كمان شويه، وجدت متعه غير عاديه. الخروف باص في عينيا وانا باصص في عينيه، وهو عارف اني هقتله ومش قادر يعمل حاجه. زنيت الخروف بالسن قبل ما يموت. وانا يعني انا مش فاهم يعني ايه اللطيف اللي بقوله ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ما يضحكش اني ازر الخروف. ثانيه 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 واحده، يا نهار اسود، انت قصد حضرتك انك كنت بتزر؟ Ha 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 ha!
انت عمرك ما ذبحت خروف قبل كده؟ طب انا حابه خروف ليه؟ ما هو عمل لي حاجه عشان اذبح خروف. كل يا بشاكش. اكلت يا عم اكلت. كل يا بشاكش. والله اكلت يا عم، ده اكلت اكل كتير قوي. ده انا لو برضع مش هاكل الاكل ده. اسمك ايه؟ انا رمت عليه قنبله ولا ايه؟ دوروا في الخرابه دي وفي اي خرابه جوه، يلا بسرعه. ما تتقلوش قوي في الاكل يا ولاد علشان تقدروا تلعبوا الماتش. تضحك على ايه؟ لا اصل اكيد حضرتك بتقول دعابه. طبعا دي دعابه. ده ما ناسه في الترابيزه. ما تتقلوش ايه؟ ده هينزلوا يا دوب يرجعوا الكوتش بعض. ماتش ايه حضرتك؟ امريكان فوتبول. ايه ده؟ امريكان فوتبول. اوكي. النبي يا عم شوف النبي. بلاش انا بص خلينا نلعب في اللعب. استرجل ما نسموهم افضل. تعمل ايه؟ هجيب فيكي جول. تعمل ايه يا روح؟ يا هنا يا مجانين. هوب. يعني ايه ماليش في الشقة؟ قلبنا الشقة حتة حتة ماليناش فيها أي حاجة. انت عارف الديسك ده ما ظهرش في خلال 24 ساعة، ايه اللي هيحصل؟ هجيبه لك من تحت تقطيع الارض، بس هو يفتح تليفونه. فواي بقى مش كل شوية هتقعدي تقولي ماما والوفاة والحاجات دي بقى، يعني انت عايز تفهميني ان انت ما عيطتيش خالص في حياتك؟ عمري في حياتي ما عيطت. خالص؟ لا طبعا عمري ما عيطت، خالص. ولا حتى وانت بتخرطي بصلة كده دموع نزلت كده مثلا، ها؟ ما عيطتيش دموع نزلت وانت واقفة كده، أو انت نايمة نزلت كده؟ او متشقلبه نزلت كده؟ حصلش؟ لا 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 مش شخصيتي خالص. هو بيني وبينك الوش المقطقط ده والايدين اللي شبه دي ما تخرطش بصل، دي تخرط كاكا، تخرط تفاح، تخرط كريز. انا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيل الباترينه بتاعت الكبه اللي انت حطها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد، يعني عينيك انت ظالمه عينيكي كده. ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها، دي حفظ. انا عندي لينسز كمان لابسها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ ابو هتعضي. ماشي اقدي بايدي. الله. طب وتخبيهم ليه؟ ها؟ ايه رأيك كده؟ سامعاك. ايه ده؟ سامعاك. سامعني؟ خلاص بقى شفت عينيا؟ ايه رأيك؟ هات بقى النضارة. هات بقى. أقوم تطلب الله. خد يا هاني. الله يحنن عليك يا يحنن عليك. محظوظ. إيه يا عم بكر؟ إيه؟ بشويش علينا يا بابا. بقولك إيه؟ لو بتتنحنح بقى وبتقعد تتمحلس فيا عشان خاطر أرجع الشغل تاني، أنا مش بكلمك عشان الموضوع ده،
انا بكلمك عشان تيجي تاخد فلوسك اللي ليك عندنا. لا والنبي تعال خد الفلوس اللي عندنا دلوقتي، بقى ليا فلوس عندكم؟ اسمع انا عايز اشوف وشك، ولا وش رشدي بيه ولا وش رجلي. بس احنا لينا حاجه عندك يا بوشكش. حاجه ايه؟ شويه ال شويه 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 الاسطوانات والاوراق. ايه اعلى مفخلك اركبه يا نادي زباله يا اللي ما فيهوش لعيب الا كسر بعد كسر. سلام يا مخيبيه. انت اللي خلعته ولا هو اللي طردك بامانه؟ انا ما انت عارفه كل حاجه اهو. سالي ليه بقى؟ عشان عايزه اطمن عليك. هو انت بقى كنت بتشتغل مع ايه بالظبط؟ يعني كنت ماسك له التعاقدات بتاعت النادي بتاعه. وقبل التعاقدات بتاعت النادي اتعرفت عليه في ماتش اعتزالي. يا هانيه، ده انت فكرتيني باحلى ايام عمري، ماتش اعتزالي. بس مش عارف ليه عملوه يوم جمعه وساعه صلاه. انا نفسي افهم الموضوع. حاجه غريبه. انت عارف ان رشدي هلال ده حواليه شبهات ولا لا؟ ايه ماشي مع ابن الجيران يعني ولا ايه؟ بجد يا بوشكش انا ما بهرجش. الراجل ده سمعته زي الزفت. في ناس بتقول انه بيتاجر في السلاح، وناس تانية بتقول انه بيتاجر في المخدرات، وناس ثالثة بتقول. ولا بلاش، مش عايزه اتكلم على اعراض حد. اعراض ايه؟ ده الراجل بقى معاه عيلين من الكلام اللي انت بتقوليه ده. وبعدين الراجل ده بصراحة بقى لو كان في حاجة عليه انا كان يعني كان زمانه اتمسك من زمان. انت عارف ان رشدي هلال مش سهل انه يتمسك. ليه يا ست؟ بيجري بسرعة يعني ولا ايه؟ انا بس هتجرأ وهقدم لك بس هديه بسيطه كده. ميرسي. علبه عجبني الملمس بتاعها في القطايف كده. ميرسي. حلو قوي. نخليك. ايه ده؟ ايه دي فاضيه؟ ايوه انا اسف، اصلا كنت جايب واحده تانيه صغيره كانت ارخص، فجبت جبت واحده الغى اغلى فشلتها بقى هنا كده. الهلال عشان تفتكريني في رمضان. الله حلو قوي. ميرسي يا بوشكش. عجبتك بجد والله؟ قوي تحفه. الله يخليكي. تهادوا تحابوا، عارفه؟ تهادوا تحابوا يعني نادي نتهادى احنا الاثنين، فده بيبقى حب يعني. حب مش حب يعني، بس يعني حب فيه ود يعني. فانت لو اديتيني هديه زيها سلسله هتبقى انت فاكراني كويس في رمضان بالهلال، وانا فاكرك بعد رمضان في شوال. سلسلة؟ يا ريت يا ريت لو سلسلة تبقى بجد. بس أنا خايفة ما تعجبكش. أكيد هتعجبني من المصحف، والله أكيد هتعجبني. إيه ده يا هانية؟ ده بابا كسبها في آخر مصارع التيران ده ولا إيه؟ هايلة والله. عجبتك؟ طبعا. مش من بابا؟ ممكن أجيب الشنطة بس؟ اتفضل. تقطع الجيم وسنين والسوق. على فكره متشكر قوي على صينيه الشاي اللي انت مقدمها لي دي. متشكر قوي يا هاني. العفو. بكر